الرياضية في مصر رغم ان مفيش مباريات رسمية وحتى ولا مباريات ودية ولا تدريبات، لكن دايما في حديث على موضوع الموسم، الغاء الموسم، استكمال الموسم، سيناريوهات الفترة الجاية ايه. على المستوى الرسمي مفيش كلام، لكن على المستوى الودي ابتدت الاندية ابتدت تتكلم، بس بتتكلم في اطار عكس العالم كله ما شغال. اولا الملف ده شايفه ازاي، وخلال الاسبوع برضه ما رصدته ايه اللي تابعته وشفته ازاي؟ خلينا نقول ان في بارقه امل تصريحات الاستاذ عمرو الجناني رئيس اللجنه الخماسيه لجنه التطبيع، قال انه بيتمنى استكمال الموسم وانه الغاء الموسم ده اخر قرار هياخدوه. هم عندهم اكتر من سيناريو لاستكمال الموسم. تمام. واعتقد دي بارقه امل بعيدا عن كل اللي هابط واللي هي اللي بينافس على الهبوط واللي بيدور على حاجه تنقذه سواء في الدرجه الاولى او في الدرجه الثانيه. لان الحقيقه شفت حوار برضو لرؤساء انديه في الدرجه الثانيه زي الاستاذ طارق سعيد رئيس نادي الترسانه، الحقيقه انه بدل ما يدور على نادي الترسانه الاسم العريق الكبير اللي حقق بطولات كتير جدا، بيدور دلوقتي على سنه من الهبوط للدرجه الثالثه بقرار اداري وهو الغاء الموسم، مش بانه الترسانه يرجع الترسانه تاني. فالحقيقه حاجه محزنه جدا. خلينا نقول انه كله يبحث عن ليلى زي ما بيقولوا، وكله بيدور على فكره الغاء المسابقه عشان مقارب اخرى. الحقيقه انه ده مش في الرياضه، لانك اولا الرياضه اساسها المنافسه وان انت تكسب بمجهودك مش بقرار اداري او تستنى كارثه تحصل في العالم او في البلد عشان تقول لا يلا نلغي الدوري. لازم يكون عندك القدره على اثبات نفسك في الملعب، لانك لو حتى لو قعدت السنه دي بقرار اداري السنه الجايه هتنزل درجه ثانيه لانك ما لا عملت ولا بنيت ولا. ولكن الحقيقه خلينا نروح نقول للناس دي اللي عايز تلغي الموسم، انت هتجيب مصاريفك منين؟ يعني انت هتعمل ايه؟ الدوري لو اتلغى هيبقى زيرو. هتحسبها ازاي؟ زيرو. كل شركات الرعايه واللي دفعت فلوس في رعايه للموسم هتتعامل معاه لانه زيرو. طب انت هتعمل ايه مع لعيبتك اللي لعبت 17 اسبوع او 18 اسبوع؟ تقول لهم معلش انتوا ما لعبتوش حاجه، خلاص معلش احنا اسفين، الموسم ده مش هتحسب؟ طب الفيفا ما قالش كده. الفيفا قالت يعني لو الفيفا قرر ان الموسم يكمل، فالموسم كمل في العالم كله واتلغى في مصر، احنا هنعمل ايه؟ خلاص يعني الفيفا قرر ان الموسم هيكمل، فالموسم هيتلعب كوره، خلاص هيكمل كوره، انت ما كملتش هتاخد من اللعيب ايه؟ هيقول لك انا مالي، انت كنت كملت الموسم. هل تتوقع ان الناس حاسباها بالورقه والقلم خالص، ولا شافت وضعها في الجدول فبتفكر على الاساس ده؟ لا طبعا كله بيفكر على وضعه في الجدول. هو في حد في الدنيا خسارته ماديا اكتر من خسارته لو الموسم، وخسارته على كل المستويات اكبر من خسارته من لو طلع تالت او طلع رابع او طلع خامس او نزل درجه ثانيه او نزل درجه ثانيه. الموضوع ملوش علاقه خالص. الموضوع ليه علاقه بان انت الموسم ده هيتشال كده، يعني هيتشال من حساباتك الاقتصاديه. انت عندك مصروفات مفيش اي ايرادات داخله للبلد للنادي، اسف للنادي مفيش ايرادات داخله للنادي، فانت هتعمل ايه؟ كل الكلام اللي حصل هو مصروفات بس، هتجيب الفرق ده فين؟ وهينعكس ايضا كمان مين؟ على الموسم اللي جاي، على كل الالعاب وعلى كل الدنيا. لا هتجيب. والموسم اللي جاي كمان هيبقى فيه نفس الخسائر طبعا. فانت فالحقيقه انه الناس بتفكر في العالم كله للموضوع اقتصادي بحت. يعني الموضوع من اوله لاخره اقتصادي بحت. عارف انت لو مفيش عقود رعايه ومفيش عقود بس تلفزيوني وكان العالم كله لغى الدوري امبارح. صح، يعني كان العالم كله لغى الدوري امبارح الا احنا هنا. مش فارق معانا الفلوس، واضح ان الانديه اغنيه جدا. وبعدين تلاقي كل الانديه بتشتكي من قله الموارد وان هي مش لاقيه تقبض اللعيبه وان هي. طب يا جماعه ما هو انتوا الموارد هتيجي لما الدوري يكمل، عشان شركات الرعايه واللي ماضيه معاكم عقود رعايه هترجع لكم الفلوس وهتدي لكم فلوسكم. تمام. فلما تلغي انت الدوري ايه اللي هيحصل بقى؟ مفيش حاجه خالص. خالص نهائي. خالص. بل بالعكس انت سهل جدا وقتها اي شركه راعيه او اي فلوس دخلت لك قبل كده هيقول لك انت خلاص انتهى. ليه الحق؟ لا ده لو في حد دفع مقدم مثلا، ليه الحق انه يقاضي وياخد يسترد الاموال اللي دفعت؟ هو هيقول لك كل ده من السنه اللي جايه. انا ما اعرفكش. لان الموسم حتى لو اتلعب فيه 18 مباراه هيتعاملوا معاه لانه زيرو. مظبوط. لانه لم ينتهي، لانك هو اصل هي منتج بيتباع لاكثر من جهه. اخر اول جهه فيه في البيع هي النادي. تمام. واخر جهه فيه في التحصيل هي النادي. النادي. فانت في التحصيل هيبقى عندك مشكله. صح.
في البيع انت عندك مشكله يعني في المرحلتين عندك مشكله. فالحقيقه الموضوع فكره نلغي الدوري الحقيقه ما يعني. وعارف كمان يا ابو حميد انت خسارتك السنه دي لا قدر الله لو الدوري ما استكملش وقررت انك تلغي مثلا نفترض خسارتك مثلا 100 مليون جنيه ما هو للاسف احنا ما عندناش ارقام نقف نتكلم عليها عكس العالم كله بس نفترض مثلا 100 مليون جنيه السنه الجايه هتحاول تعوض الخساره بتاعه ال 100 مليون هل هتقدر تجيب ال 100 مليون بعد موسم ما اتلغى؟ لا انت محتاج انت لو جبت ثلثهم محتاج 3 4 مواسم عشان تبدا تقف على رجلك تاني وتبني من اول وجديد اقتصاد موسم ضاع. يعني انت عندك لو عقد الرعايه 3 سنين هفيهم سنه وقعت لا وسنه وقعت انت صرفت فيها مش ما صرفتش فيها يا دفعت عقود لعيبه دفعت عقود مدربين دفعت فلوس صرفت فلوس كتير قوي وما خدتش جنيه. فالحقيقه لا هتعوض ده بقى امتى في كام سنه بعد كده؟ لا مش هتعوض مش هتعرف لا ومش هتلحق اذا كان ممكن الفرق الكبيره عشان بتحقق بطولات عشان عقود رعايتها كبيره فممكن سهل جدا ان هي في 3 4 سنين تحقق ترجع ده. الفرق الصغيره اللي هي اللي هم بيطالبوا بالالغاء اللي هم بيطالبوا الغاء اللي هو عقده 3 مليون و4 مليون ده هيعمل ايه؟ هيجيب منين؟ فالحقيقه الموضوع صعب مفيش منطق اعتقد بيتكلموا بيه خالص. يعني حتى لو في رؤيه او فكره عايز تساعدهم في الفكره اللي بتتقال انا مش شايف اي منطق بيتقال. لا هو المنطق ان هو ما ينزلش درجه ثانيه بس واللي في الدرجه الثانيه ما ينزلش درجه ثالثه واللي في الدرجه الثالثه ما ينزلش درجه رابعه رغم ان لو خسر فلوس السنه الجايه ممكن ينزل درجه ثانيه لانه مش هيبقى معاه وارد. ايوه يصرف. ما انا بقول لك هو السنه الجايه هيحصل نفس الوقت. ما هو اللي حصل له السنه دي هيحصل له السنه الجايه لان هو كده ما بيصرفش. يعني مش عايزين نقول لحد معين لانه يعني فكره انه الانديه دلوقتي طول الوقت تلاقي انديه طالعه تقول هنلغي الدوري. تلغي ليه يا عم؟ ده انا شايف ان في نادي او اتنين بيحاولوا يعملوا تجمع وانديه كلها تتكاتل وتتكلم مع بعضها وتبلغ الاتحاد. لا ما هو المفروض يعني فكره الرؤيه كمان بقت رؤيه اشمل يعني النادي لو له وجهه نظر بقت مجموعه انديه بتحاول تجمع وجهه نظر. خلينا نكون واضحين قرار عوده الدوري قرار دوله. تمام. لو الدوره قررت الدوري يرجع والمسابقه تستكمل هتستكمل غصبا عن عين التخين. لان لو الظروف رجعت ان شاء الله باذن الله والبلد ان شاء الله استقرت جزء منها عوده الحال طبيعتها. فعوده الحال طبيعتها وعوده كره القدم لطبيعتها من اول وجديد. صح. عشان تبدا البلد تتحرك تاني. كده كده تلعب من غير جمهور يا محمد. يعني انت اصلا بتلعب من غير جمهور. النقطه اللي بره العالم كله يبدا يشتغل عليها انت اصلا واخدها. قرار انت واخده. انت بقالك 4-5 سنين بتلعب من غير جمهور فانت ما عندكش مشكله خالص موضوع الجمهور. ولا التوقيت. فكره التامين سهل جدا تامن الماتشات والتدريبات. فالحقيقه وفي مقترحات كتير جدا العالم كله بيناقشها. ممكن تاخد مقترح منهم او حاجه منهم وتشتغل عليه. ما استغربتش انك تلاقي حتى نادي او اتنين يطلعوا بمقترحات لاستكمال الدوري؟ ما لقيتش الحقيقه. ما غريبه مش لقيت. يعني مفاجاه بصراحه. مش لاقي يعني مش لاقي حتى حد قرر يناقش الاتحاد، حد قرر يبعت للاتحاد يقول له يا جماعه احنا عندنا مقترح ان احنا الدوري يرجع بواحد اتنين تلاته اربعه، طب ايه رايكم؟ انتوا عندكم مقترح ايه؟ طب احنا دلوقتي عايزين لعيبتنا ترجع تبدا فتره اعداد عشان الدوري هيرجع، فهيرجع المقترح امتى عشان ابدا اعمل له برنامج اعداد بدني عشان يستقر، عشان ابدا اتفق على ماتشات وديه هلعبها فين، عشان ابدا احجز ملاعب تدريب لو كنتوا هتعملوا فكره الكامب اللي العالم كله بيفكر فيها دلوقتي ان انت تلعب في حته معينه وتقفل في مكان معين تقفل عليه على الفرق كلها وتلعب فيه وملعب ممكن يتلعب فيه ماتشات من 12 الدور للساعه 8 بالليل. الموضوع بسيط جدا بس هو الحقيقه ما حدش بيفكر. يلا نلغي الدوري عشان في 5-6 فرق ينزلوا درجه ثانيه عشان اضمن ان انا مكمل السنه الجايه في الدوري الممتاز رغم انك ممكن تنزل برضه بسبب ان مفيش موارد. اصل انت الموسم الجاي هتبداوا نقلوا جديد وبعدين هل انت هتجيب لعيبه من بره يعني هتخترع الذره هتجيب ميسي يلعب معاك عشان يخليك تقعد في الدرجه الاولى؟ هو في سؤال كمان بديهي لو انت بتفكر مثلا يعني عايز تلغي الدوري وتبدا السيزون الجاي بشكل مختلف شويه بجديد في شهر 9 اللي جاي، طب ما انت طالما بدات الدوري في شهر 9 اللي جاي طب ما تستكمل المسابقه اللي انت فيها الاول. لا ما يعني طالما الحياه سمحت انك ممكن تستأنف او تبدا الدوري الجديد من 9 مفيش عقل. يعني مفيش عقل. وبعدين فكره اصل احنا الدوري خلاص يعني احنا على فكره هو ما حدش واخد باله ان الدوري ده نفسه وقف 55 يوم عشان لعيب مصاب عشان ماتش الاهلي والزمالك والاهلي والجونه. طب بتتكلم على اللي حصل السنه دي الدوري. اصل الموسم الماضي يعني وقفنا لا الموسم ده يعني الموسم ده نفسه تمام وقف 55 يوم عشان اندر 23 بطوله الامم الافريقيه تحت 23 سنه وعشان مشكله ماتش الاهلي والزمالك. حقيقي 55 يوم احنا لحد دلوقتي ما وقفناش 55 يوم على فكره. الدوري وقف في اخر مباراه اتلعبت في مارس تقريبا نص مارس. احنا بنتكلم احنا النهارده نص ابريل. شهر 30 يوم لسه فاضل لك 25 يوم عشان تقف نفس الوقفه اللي وقفتها في 11. برافو عليك ما حدش خد باله من النقطه دي على فكره. انت الدوري ده نفسه 55 يوم 55 يوم فعلا. يعني يا جماعه ما حدش يجي يقول لي اصل احنا ما بنوقفش الدوري. الدوري السنه اللي فاتت خلصان في نص اغسطس، الدوري السنه اللي قبلها احنا في دوري عندنا خلص في نوفمبر يا جماعه.
يعني ما يعني ما تحسسنوش ان احنا الدوري في دوري اتلعب سنه ميلاديه الا يوم. اه يعني في يا لا ما حدش يجي يفهمني ان احنا الدوري بتاعنا احنا الدوري بتاعنا ده العادي بتاعه يعني. ده العادي بتاعه. يعني احنا فاتت وقفنا من 2/6 لحد 28/7. 28/7. والسنه دي وقفنا من نص اكتوبر لحد اخر نوفمبر. ها وبعدين؟ ايه بقى؟ يعني ايه بقى؟ ايه بقى؟ ما يا جماعه يعني ما جبناش الموسم ده نفسه وقف 55 يوم. يعني الموسم ده اللي هو كابتن حسام البدري بعد كده اشتكى وقال لك يا جماعه اصل انا ايقاف الدوري ده اضرب الدوري اضرب منتخب مصر فانا عايز اوقف الدوري تاني. فالحقيقه يعني ما كلام مش منطقي ولا مفيش منطق ولا في عقل ولا في اي حاجه. انت بتتكلم كل واحد بيتكلم مزاجه ولا الهوى.